هاني في اي غنوة لفتت خدت ودنك الفترة اللي فاتت؟ في حاجة يعني جذبت انتباهك كده؟ بصي هقول لك والله يا لميس، يعني طبعا هو تامر قال في الاول انا في كام غنوة هم عملوها مع حبيبي عمرو دياب مميزين جدا وحبيتهم جدا، وكل البيت عندنا حبهم بصراحة يوم تلات والكام غنوة الجمال اللي عملوهم مع عمرو الفترة الأخيرة دي ويتعلموا. طبعا الغنوة بتاعت سميرة الأخرانية دي كمان جميلة جدا، الساعة 2 بالليل يعني حبيتها قوي. وأنا طبعا يعني من الأغاني الجميلة المختلفة الخفيفة اللي فيها غنى. طبعا هي برضو سميرة مهما حاولت انها يعني هو عايز اقول المطربين اللي بجد مهما حاولوا انهم يبسطوا ادائهم لكن بتحسي برضو ان الصوت الحلو له طعم طبعا، يعني يعني له قيمة، بي 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 بيقيم العمل حتى لو هو بيغني ببساطة وبسهولة. فسميرة الحقيقة بهنيها وبهني تامر وعزيز على الغنوة الجميلة دي، ويا رب اللي جاي احلى لكل الفنانين المصريين.